ميغان ماركل، سندريلا تخلت عن قصرها. تتمنى فتيات كثيرات أن يسكن قصراً ما، فطالما حلمت المراهقات بقصص الأميرات والأمراء والقصور، لكن الفرصة التي أتيحت للممثلة الأمريكية ميغان ماركل بأن تبقى سيدة القصر تركتها الفنانة السمراء الرشيقة بملء إرادتها. فما قصة ميغان التي طلقت هوليوود من أجل الأمير هاري وعادت للتخلي عن حياة الملوك لتصير من عامة الشعب؟ ولدت ريتشل ميغان ماركل في لوس أنجلوس عام 1981 لوالدين من أصول عرقية مختلطة انفصلا وهي لم تتجاوز السادسة من عمرها. والدها توماس ماركل أصله هولندي إيرلندي ويعمل مصورا وفنيا للإضاءة، حاز العديد من الجوائز في مجاله، وكان له الفضل في شغفها بحب التمثيل، حيث كانت في صغرها تذهب معه إلى مواقع التصوير. أما والدتها دوريا راغلاند الأمريكية ذات الأصول الإفريقية وتعمل في مجالي اليوغا والمعالجة النفسية، فكان لها الأثر في حب ميغان للعمل الاجتماعي. في مقطع فيديو لمقابلة أجرتها محطة تلفزيونية أمريكية، أظهرت ميغان الطفلة البالغة من العمر 11 عاماً غضبها من العنصرية بين الجنسين، حيث لفت انتباهها إعلان لسائل غسيل يوجه رسالة للنساء من دون الرجال، لتقوم ميغان الطفلة بعد ذلك بكتابة رسائل إلى أكثر من جهة، مما دفع الشركة المصنعة للسائل إلى تغيير نص الإعلان. لدى ميغان العديد من الاهتمامات ومنها ممارسة اليوغا، كما أنها تحب فن الخط، وهو ما يفسر توليها بنفسها تخطيط بطاقة دعوة زفافها إلى الأمير هاري. كما كانت لديها مدونة خاصة بها The Tig التي تهتم بشؤون المرأة. تزوجت لمدة عامين من منتج الأفلام الأمريكي تريفر إنجلسون وعملت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، حيث حظيت بشعبية كبيرة بعد ظهورها في سلسلة الدراما سوت. ميغان ناشطة في الأعمال الخيرية ومدافعة عن حقوق المرأة، وفي عام 2014 شاركت في حملة للأمم المتحدة من أجل المساواة بين الجنسين. لفتت أنظار العالم نحوها عام 2016 بعد أن ظهرت مع الأمير هاري بشكل علني للمرة الأولى خلال رعاية الأمير لفعاليات دورة ألعاب إنفكتوس الرياضية. الشائعات حول هذه العلاقة دفعت الكثير بالتهكم على ميغان من خلال تعليقات جارحة، وذلك لكونها من أصول عرقية مختلطة ومطلقة وتكبر الأميرة سناً، مما سبب لها الكثير من الإزعاج، الأمر الذي دفع قصر كنسنغتون لإصدار تصريح رسمي يدعو فيه إلى احترام خصوصية الثنائي. وبالرغم من جميع الاختلافات بينهما، إلا أن الأمير هاري السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني اختار ميغان زوجة له، وتحديا معا المجتمع والقوانين، وأعلنا رسميا عن خطوبتهما في 27 من نوفمبر عام 2017. حذفت ماركل كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أصبحت ملتزمة بالتقاليد الملكية، وفي 19 من مايو عام 2018 تم الزفاف الملكي ورزقا بطفلهما الأول آرتشي في مايو عام 2019. في بداية عام 2020 أعلن دوك ودوكة ساسكس التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا وعن منصبهما الملكي، وذلك للعمل من أجل تحقيق الاستقلال المادي، وتوقفا عن استخدام حسابهما الرسمي على إنستغرام. أثار قرارهما الاستياء في بريطانيا، وحظيت ميغان بنصيب الأسد من الانتقادات، إذ اتهمتها الصحف البريطانية بأنها السبب وراء خروج الأمير هاري من العائلة الملكية، وأطلقت مصطلح ميكسيت الشبيه ببريكسيت للدلالة على دور ميغان في هذا القرار. توجه الثنائي إلى كندا أولاً ليقررا فيما بعد العيش والاستقرار في لوس أنجلوس، لكن الانتقادات لاحقتهما مما حدا بالزوجين الإعلان عن قطع علاقتهما بأكبر 4 صحف بريطانية. فهل برأيكم ظلمت ميغان ماركل منذ دخولها إلى العائلة الملكية؟ وأي فصول جديدة ستضاف إلى حكاية ميغان وهاري؟